من من اختيارات ريكارد تعتقد جاء بناء على ضغط اعلامي وجماهيري؟ من اللي اختارهم؟ انا اتكلم طبعا على اللاعبين اللي اللاعبين الجماهيريه اللي يتمنون طبعا الاعلام انه يكون لابد انه يكون متواجدين، عشان كذا هو خذاهم. مثل منو؟ عندك القحطاني الاعلام موجود زين، عندك الان برضو خذ الان شو اسمه كلاعبين جماهيريين ما في الا ياسر قحطاني. لا عندك ياسر وعندك لا برضه يعتبر لاعب جماهيري. لا مش محمد نور، انا اكلمك عن الشمراني. ايش؟ راس الحرب الشباب الان برضه يعتبر لاعب يعني جماهيري، رغم انه في الدوري الان ما اقول لك انه سيء، لكن ما وفق بدايه الدوري. لو ترجع للدوري السعودي الان بالنسبه للشباب، اللاعب الى الان يعني مستواه اقل بكثير عن العام الماضي. اوكي، حد يرفض منتخب؟ ما حد يرفض منتخب، بس في هذا الوقت يعني في هذا الوضع. انا اقول لك التشكيله الاخيره اللي لعبها ضد الارجنتين، انا اتكلم كان موجود ياسر القحطاني؟ ما كان موجود. لا ما كان صح ولا لا؟ هو قد يكون احتاج هذا اللاعب كورقه رابحه للشوط الثاني مثلا، هو ما اقول لك ممكن يبتدي فيه، عرفت؟ ولكن ممكن يلعب راس حربه واحد، مو ضروري انه يلعب راس حربه اثنين. وانا اتوقع من الان اقول لك انا حيلعب راس حربه واحد، لو يحتاج الى اثنين راس حربه ثق ثقه تامه انه حيكون الهزازي موجود. لكن الان انا اقول لك انه راس حربه واحد الان لو شفت من اللي موجود الان في المنتخب؟ موجود السهلاوي، موجود يوسف السالم، طبعا اصيب وابتعد، باقي يوسف السالم يعني ما ناصر الشمراني. لا يوسف السالم خلاص عفوا، يوسف السالم قلت انا اصيب، باقي محمد السهلاوي من النصر وناصر الشمراني وياسر. يعني انا اقول لك من الصعب انه حيلعب اثنين راس حربه، حيلعب راس حربه واحد. والمولد عفوا المولد نجم الاتحاد القادم، يعني هذاك ممكن تستعين فيه كلاعب يعني فاتح اكثر، ما موش راس حربه يعني عمق ولا راس حربه صريح. إيه ممكن تلعبه كجناح يمين او جناح شمال، لكن كراس حربه الان في الوقت الحاضر انا اتوقع بعد المباراه الاخيره امام الارجنتين، انا اقول لك ممكن يبتدي في الشمراني يحتاج ياسر ورقه رابحه الشوط الثاني، والعكس صحيح ممكن، ممكن كل شيء يعني في تصوري انا. هو الان يبغى يضبط منطقه الوسط زي ما سوى، طريقه الضغط على حامل الكره امام الارجنتين وامام مين؟ انت شفتها بالمباراه، لكن برضه تظل مباراه وديه وليس يعني، لكن اعطت انطباع حلو، انطباع مره حلو حتى في منطقه الخليج عن المنتخب السعودي في هذه المباراه. حتى الشيخ احمد الفاتح تكلم عن هذه المباراه، انا سمعت له في مقابله وقال انا اقول انه في جيل جديد سعودي جاي جديد، هو بنفسه قال الكلام هذا. نعم. فالمنتخب الان المشكله انه هذه اللي لعبوا ضد الارجنتين ما في راس حربه يعني صريح، ما في. وانا اقول لك قد يحتاج الان الى القحطاني كورقه راح، ليش لا؟ وللان نفسها يوسف ثنيان في البريك قلت لي يوم انت كاس الخليج اتعب نفسيا. اي والله. ليش تتعب نفسيا؟ يا اخي ممكن ممكن تجي قرارات يعني، خاصه لما تخسر بطوله او تنهزم مثلا ضد فريق يعني كان بامكانك تفوز عليه وكذا، يعني ممكن يجيك قرارات انت ما تبغاها. عشان كذا انا مو قلت لك في بدايه البرنامج انه فعلا فيها ضغط نفسي وعصبي على اللاعب السعودي. يعني انا احنا لعبنا طبعا في مباريات دوليه ضد البرازيل في استراليا وضد الارجنتين، وكنا نلعب مباريات واحنا واثقين وش قاعد نسوي داخل الملعب. في على مستوى اسيا الحمد لله انت عارف رفعناها ولله الحمد 3 مرات، لكن لما تجي دورة الخليج يصير فيها ضغط نفسي، وخاصة أنا يعني ودي إن هالبطولة ما تقام، ودي إنها تأجل والله العظيم، لأن فعلا متعبة فكريا ونفسيا. تعرف لما الناس يجون الآن من دول الخليج سواء كان في البحرين أو غيره، وبعدين أنا صار على فكرة في دولة الخليج يعني شوف ما الله أراد لي أخذ البطولة، ناخذ البطولة في دولة البحرين، بس والله ما أدري متى بالضبط. تصدق خسرت بطولة في فاول الحيطة حقتنا كانت واقفة غلط، واحد من اللاعبين توه صغير لاعب الشوط الثاني واحنا كنا فايزين 1-0، هذا اللاعب لما شات اللاعب طبعا البحريني ظهير الشمال انا ما انساه، كان مباراة قدامي الان، اللاعب هذا الله يهديه وخر عن الحيطة شات اللاعب
جاء الهدف، تعادلنا مع البحرين 1-1، لأنه لو كان مستمرين على فوز البحرين 1-0 حتى حتى تعادلنا مع البحرين ما كان مع قطر الأخيرة ما كان بحاجته، كان خلينا البطولة. لك ذكريات سيئة في كأس الخليج. اي بالضبط، بقول لك برضو في 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 عمان منتخب على مستوى عالي جدا واحتياط قوي. من اقول لك بس من اللعيبة يعني كل اللعيبة الموجودين، طبعا اكلمك طبعا الجيل ما بعد صالح وماجد، الجيل اللي بعده على طول كلهم لاعبين على مستوى عالي جدا، وانا اثق وهم يثقون في الامكانيات اللي حاصلة داخل الملعب. رغم ذلك احنا ما حصلنا عليها، كان معنا مدرب زماريو عدنا لياقيا على مستوى يعني ايش اقول لك، مع حتى يمكن الحديد في اعدادنا لدوره الخليج حتى العديد تبرنا حديد. لما جينا على البطوله والله كل لاعب يلا يشيل الثاني، يعني فعلا جينا منهكين في هذه البطوله ولا حصلنا عليها. فقلت لك دوره الخليج هذه متعبه نفسيا، لا تتوقع اي منتخب خليجي يقول انا باخذها، يعني ممكن تصير ظروف تتضارب هذه ضرب هذه، يجيك بطل جديد بكره انت ما ادري ممكن يستوي في 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 البحرين، ممكن قلت تستوي لك مفاجاه كلهم كل المنتخبات متقاربه، حتى منتخبنا السعودي ترى متقاربه، وانا متاكد برضو انه اليمن لن ما حتكون صيد سهل. صيد سهل صحيح انه مع مجموعه قويه يعني اراد الكويت السعوديه، لكن ما اعتقد انها حتكون صيد سهل. مباراتنا الحمد لله انه امام العراق احسن من نلعب من اليمن الان في الوقت الحاضر. الناس يقولون لك المفروض المنتخب انه يتدرج يعني يجي بالاسهل، لا ما في اسهل الان. العب على الاقل ما حتلعب مع العراق فريق عريق يلعب كوره، يلعب اثنين راس حربه، ما عنده التكفيل الكامل، فممكن تشوف مباراه العراق والسعوديه على مستوى التكفيل جدا. صح؟ لا انا ما احب الناس اللي يرجعون ورا ذولا 10 ذولا ضدهم مرة. طيب انت يعني انت بتسرقني الان، لان تعرف الهجمة المرتدة انت تبغاني اهاجم تنقطع تجي هجمة مرتدة ممكن تسجل فيها الهدف تنتهي المباراة 1-0. طيب زي ما انا ابغى العب، طبعا هذه دائما يقول لك الواحد اللي تكسبها العبه، فهذه ما تنفع للمنتخب السعودي. اي فريق حيلعب مع المرتدة صدقني المنتخب السعودي ما عنده حلول. اللي يلعب فيها بعد يعني هو اللي قاعد يستغله، هو اللي قاعد الان اللي قلت لك من شوي اللي تكسبها لعبه الكويت قاعد يؤديها بالطريقه الصحيحه ويؤديها يعني مش بس في الدوره حقت اليمن، حتى من دورات سبقت يلعبها ويؤديها بالطريقه الصحيحه. اي على وقت يعني. ليه؟ لانه عندهم صراحه ما شاء الله عليهم الكويتيين يؤمنون بالتكتيك، يعني بالانضباط في التكتيك داخل الملعب، مع ذلك الروح اللي موجوده عندهم عشان كذا دائما تتغلب على الفرق الخليجيه صراحه. طبعا تتكلم انت على البدايات يعني من اول بطوله. لا انا اتكلم طبعا من الهوادي وبشار يعني في الفتره الاخيره، ما اتكلم طبعا الجيل هذاك اللي هو جاسم طبعا جاسم والعنبري وفيصل الدخيل، هذاك الجيل طبعا لن يتكرر في الكره. هذا هناك ذيك الفتره هو اللي كان الكويت فارق يعني عن المنتخبات. اكيد اكيد كان فارق بشكل، بس برضو جو جيل الهوادي وجاء جيل بشار وكثير من اللاعبين برضو عززوا نتائج ومستوى مكان اقل. يعني انا ابغى ارجع يعني مره ثانيه اقول انه جت فترات المنتخب العراقي على وقت حسين سعيد وفلاح حسن والاسماء هذه كان يعني منتخب ثقيل يعني نعم. ثقيل انا اقول لك الامارات حيكون لها شان الموسم هذا صراحه. البحرين حتى لو تقول مثلا المنتخب هذا لها شان، المنتخب هذا يعني يمكن المنتخبات اللي شاركت في دورة غرب آسيا يعني بينت البحرين كان واضح بشكل جيد. أنا في النهاية أقول أنه ما في منتخب تقدر تبعد عن الترشيح باستثناء المنتخب اليمني اللي ممكن تقول أنه صدقني حتى المنتخب اليمني حيكون برضه ينافس على لا ما أقول لك ما ينافس بس يعني أنا أقول لك لا تتوقع أنه ممكن أنه يكون ما بيكون صيد ما يكون صيد يعني مستحيل. ممكن يحدد مسار مجموعة مثلا ممكن ممكن ك لانه يطمح في انه يحقق اول فوز يمكن المنتخب اليمني ما تعادل من العراق في لعب في غرب اسيا تعادل الظاهر في مباراه مع فريق مع منتخب قوي بس ما اي بس كاس الخليج مختلفه. وانا اقول لك كاس الخليج هذه تختلف، يمكن ما تروح انت البحرين والله تروح يوم ترجع يا اخي الاخضر العصير حق الاخضر السعودي وهو يطوي صفحات الماضي يبدا مرحله ما بعد الارض. ثنيان احنا نتكلم عن المنتخب السعودي ولاعبي المنتخب السعودي، حاليا الدوري السعودي
يطلع لاعبين على مستوى عالي، يطلع منتخب قوي ولا لا؟ والله الدوري الحالي الان لا طبعا خلاص الجود بالموجود، يعني انت شفت الان اللي موجودين الان في المنتخب هم الان زي ما تقول افضل اللاعبين اللي موجودين الان في الدوري السعودي. اللهم يعني يمكن في اكثر من يمكن 3 إلى 4 لعيبه يعني، بس تعرف يمكن يكون الاصابات هي اللي ابعدتهم عن المنتخب، يعني ما في احد جانا الان في الوقت الحاضر انه جاء يعني مثلا لاعب تتوقع انه حيكون له مستقبل، او انه تو جاء مثلا من الشباب على الفريق الاول حيكون له مستقبل. يعني بالامس كانوا يجون ما شاء الله بال5 بال6 بال7، الان اختلفت وقلت المواهب هذه. طبعا هذه طبعا الله سبحانه وتعالى ما حد يقدر يعني، رغم ان المملكه ما شاء الله تعرف انت يعني تعتبر دوله ما شاء الله سكانها كبير جدا، الا اذا كان يمكن يكون مثلا في الحواري متواجدين، ما في كشافه للموجودين في الحواري عشان ممكن يجيبون له الانديه زي السابق. الحين يمكن اشوف انه صغار السن الان كلهم يعتمدون طبعا كره القدم بالريموت كنترول صراحه. ريموت كنترول للاسف اللي هي البلاي ستيشن هاي حقته. خلاص يعني تجي تلقى واحد بدل ما يتعب نفسه باللياقه او بالكوره او كذا قاعد يشتغلها بالريموت كنترول. على البلاي ستيشن وهو شاطر في البلاي ستيشن. ايه انا ما اعرف لها. كنت لعبت انا مع واحد جابوني فجأة وقال العب تحدي مع ذا اللاعب. كنت انا رايح طبعا محل، كنت رايح جهة معينة للاخوان المعاقين الله يشفيهم. وجاي بجلم جواز وكذا. فتحديت مع لاعب ما شاء الله عليه تلقاه حريف فيها، وانا ابغى اروح قدام صرت اروح ارجع ورا. لكن الحين انا اقول لك طبعا بالنسبه للان صغارنا او عشان قله المواهب انه يقول خلاص احنا ما في داعي اني اروح العب مثلا في الحاره ولا في المدرسه ولا في النادي، العب بلاي ستيشن. اختصر الموضوع. شو المطلوب من وصلنا لنهايه حلقه اليوم في الحديث عن المنتخب السعودي، قبل ما نختم شو سالفة الشنطة أول شيء؟ لا مو الشنطة، أنا بس بسألك يعقوب الله يجزاك خير، هذا عصير ولا آيس كريم؟ لأنه ما ينزل. الشنطة لا بارد يوسف، بارد مرة. الشنطة شو سالفة الشنطة قبل ما نختم؟ الشنطة أنا وكنا عند ريسبشن طلع لفوق، جيت أنا دخلت الغرفة فتحت الشنطة لقيت ما بشنطة، طلعت شنطة في الشنطة. فتحته ايه لانه شفت اغراض. اللونين تختلف، اللونين يعني تختلف، بس انا تعرف عشان الوقت والبرنامج وكذا فابغى اشوف قلت يا رب وش جاب هالشنطه معي. بس ان شاء الله تكون حقته، بعد متاكد قد خليها يكون حقه واحد اجنبي تحت ولا شيء، مشكله ذي. يوسف انا دائما سعيد لما تكون الله يخليك معاي، وان شاء الله المناسبات تعود ودائما نستضيفك معنا في ابو ظبي الرياضيه، ودائما يسعدنا تواجدك. الله يطول عمرك. انا بالعكس يشرفني والله يا استاذ يعقوب، وانت الحقيقه اثرتنا بكل شيء عن دوره الخليج، وكان دوره الخليج الحقيقه مو في البحر، كانها في مكانك والله يعني. اشكرك يا يوسف.